منصة البريد الجزائر أو منصة تتيح ثاني لمام كوبي كيتي افيشي سولو. يسعدني أن أتواجد معكم اليوم في هذا اليوم لحضور الإعلان الرسمي عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة التي تحمل اسم تابعكم والمخصصة للدفع الطوابع الجبائية واستخراج وصولات الدفع وحقوق هذه الطوابع، والتي نسعى من خلالها إلى رقمنة عمليات الدفع بغية تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتعزيز الشمول المالي. إن هذه المنصة الرقمية ستسمح لكل مواطن جزائري يملك حسابا بنكيا أو بريديا بقيام بعملية الدفع عن بعد لطوابع الجبائية بواسطة البطاقة الذهبية أو البطاقة ما بين البنوك دون عناء التنقل. هذه المنصة تضمن حقوق الخزينة العمومية باستحداث آلية تسمح بالتأكد من التسديد الفعلي لحقوق الطابع المفروضة على إصدار وثائق الهوية والتنقل، إذ أنها تضع تحت تصرف المصالح المتدخلة في عملية إصدار الوثائق الإدارية فضاء خاص يسمح للإدارة التي أودع لديها الملف بالتأكد من صحة وصولات الدفع الإلكتروني لحقوق الطابع والمصادقة عليها، تجنباً لكل تزوير أو استعمال غير قانوني لهذه الوصولات.